بسم الله الرحمن الرحيم. قبل شوي جانا سؤال كثير حلو على الكيو اس بي ام اللي هو الكوانتيتيف ستراتيجيك بلاننج ماتريكس. زي ما انتم شايفين احنا في هذا الشابتر، اظن شابتر 6، نحكي على الاناليسز ستراتيجي اناليسز. انا كيف بدي احلل وضع القائم عشان اختار؟ يعني انا يو نيد تو ميك ا تشويس between the 11 alternative strategies. 11 alternative strategy to choose from is not very easy. So you need to analyze to make the right choice. If you don't analyze accurately, accurate analysis will lead you to the right choice. إذا اخترت الخيار الخطأ أنت راح تخرب الدنيا. Anyway, so it's very important to analyze. So in this chapter, to make a choice which strategy to follow among the 11 strategies, 11, 11 alternative strategy, زي ما انتم شايفين في عنا choices. Sorry, three stages just to analyze to make right choice. عشان اقدر اختار. So the first stage was the input stage. وزي ما انتم شايفين the input stage هي اول this is the first stage اول خطوه. وهون رحنا شفنا الاكسترنال فاكتورز اللي هو الاكسترنال انفايرمنت والانترنال انفايرمنت والسي بي ام. يعني it's not enough only to have the external and internal environment analysis. لازم نقارن حالنا بالمنافس اللي هو الكومبتيتيف بروفايل ماتريكس. اقارن حالي بالمنافسين وهذا شرحناها بفيديوهات سابقه. كمان حكينا انه في عندي كمان الماتشنج ستيج. يو نيد تو ماتش يور سيلف عشان تقرب على الرايت تشويس اي الترناتيف استراتيجي. زي ما حكينا كل هدول الادوات اللي هو الجراند استراتيجي وهدول كلهم تولز الانترنال والبي سي جي البوستن كونسلتنج سبيس. وآخر ستيج اللي هو decision stage. You need to write to make the right decision. اللي راح يصير إنه after stage 2 في الماتشنج ستيج ممكن يكون في بين إيديك 2 or 3 alternative choices. يعني ها عندي أكثر من strategy ممكن أخذ. طب أني which strategy is the most أو هي the most accurate؟ يعني after matching stage هاي ممكن يكون عندي choices إن أنا بدي أخذ مثلاً two or three أو let's say two or three strategies, three alternative strategies. Which strategy? هون اللي يجينا عليها you need to make the right decision. Which is the right strategy for you? عشان هيك إحنا quantitative strategic planning matrix. هون specifically it's تحكي على ال quantitative مش qualitative. quantity يعني subjective بيانات يعني معلومات أرقام. فزي ما أنتم شايفين هذه آخر أداة هون بنفرجيكم إياها إنه أنا بيكون عندي وأظن هلأ هون الشاشة واضحة. إحنا راح نشوف the quantitative strategic planning matrix الـ QSPM. فالماتريكس هاي it's a multi planning matrix based on quantitative data. فزي ما حكينا الـ objectivity يكون واحد موضوعي، تحديد بشكل موضوعي أي من البدائل هي الأفضل. بدها بشكل موضوعي يعني بدي بيانات. كمان طبعا of course you use input for stage 1 and 2 اللي حكيناهم قبل شوية. So you will be able to make the right decision. طبعا في فرق بين الكواليتاتيف والسبجكتيف
اللي هو الكواليتاتيف سوري كواليتاتيفلي سينس السبجكتيف اللي ار يور اون ثوتس اند ايديا. طبعا الماتريكس هون في فاكتورز زي ما انتم شايفين, وهاي الفاكتورز these factors هنا في عنا external factors في عنا internal factors. إذا نطلع بشكل عام تحكي هون عن economy بشكل عام, الوضع الاقتصادي, الوضع السياسي political, legal, social, technological, competitive, والوضع الداخلي أو internal factors like management, marketing, financing, okay, كل هدول. طبعا في عنا weight, نحط أوزان زي ما كنا بنعرفه بكل التولز, you need to have weight. في أذكركم في الـ CBM في الـ Competitive Profile Matrix كنا نحط أكثر من قارن حالي مع شركات تانية منافسة. هون عندي أكثر من استراتيجي وبدي أقارن which strategy is most important أو most accurate for me. فأنا بحط أوزان وهي عندي استراتيجي الاستراتيجيك alternatives, في عندي 3 or 4 whatever strategic alternatives بحطهم وبعطي لكل واحدة علامة. كيف؟ هلا منشوف. طبعا هون هاي بيشرح لنا you make the list. طبعا في اشي اسمه attractive score والtotal attractive score والsum attractive score, يعني في كل لكل strategy في اشي اسمه attractive score, انه هذه لها علامة انها most attractive يعني قابلية اكتر. وهون دمجنا احنا حكينا على quantitative, هون دمجنا subjectivity qualitative. في هون رسمة, اخر رسمة هاي بتوضح زي ما انتو شايفين. في هاي الرسمة خليني بس استخدم الماركر. اوكي, زي ما انتو شايفين وحكينا ان الويتس بدها تكون التوتال تبعها 100. وهون الفن والشطارة, this is critical most important. انا عندي opportunities and threats وهدول factors زي ما انتو حكيت زي ما انتو شايفين بحطهم, وهدول بعطوا لكل واحدة منهم وزن. Like for example popularity of the city growing كذا. احنا هون بنحكي على strategy او القصة هون انه انا عندي محل مول كبير ضخم, فعندي خيارين. الخيار الاول انه to build a new, اروح اجيب ارض جديدة وابني عليها مجمع جديد, ولا اعمل renovation, اعمل ديكور واجدد واطور المحل القديم. فصار عندي two different strategies. Which strategy is more attractive? بدك تختار بين هاي ولا هاي. أروح أشتري أرض وأبني محل جديد, فرع جديد, ولا الفرع القديم أطوره. طبعا هذا القرار زي ما أنتم شايفين في عندي factors هايهم وبقدر أحط لهم أوزان, وبالآخر وكل واحدة إلها attractive score من 4 بحطها. اللي ما إلها ما بنحط like مثلا, وبالآخر بطلع عندي رقم. أنا أفرجيكم مثلا زي هيك, وبالآخر بعطي قرار إنه which one. زي ما أنتوا شايفين هون إنه لا, هاي 4.36 وهاي 3.27. فبشكل بسيط الـ quantitative strategic position هذه أداة كتير ضرورية, كتير حلوة, كتير حساسة, وهي بدها تسهل علي أقرر between two different alternative strategies. وهي زي ما حكيت تشبه الـ quantitative اللي هي CBM, لما أقارن نفسي بالمؤسسات. بتمنى تكون وضحت الصورة, وإذا في كمان فيديوز للتوضيح أحط لكم إياهم.
شكرا، الله يعطيكم العافية.